إذا بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم عندنا درس الاستعارة. الاستعارة طبعا كيفاش نكتشفوها؟ قلنا تكون بين الأفعال، معناها يكون فيها فعل أو مشتق. والمشتقات قلنا مشتقات كثيرة في اللغة العربية، حصرنا منها اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. الاستعارة تنقسم إلى قسمين: استعارة تصريحية واستعارة مكنية. من هي الاستعارة الأكثر ورودا في البكالوريا؟ هي الاستعارة المكنية. الاستعارة التصريحية جامي جاءت في 2016، قالوا بأن كان استعارة تصريحية، ولكن أغلب المصححين رأوا بأنها استعارة مكنية عادي، أنا مش تصريحية، ما بقى مش تصريحية. وبالتالي الاستعارة المكنية هي الأكثر ورودا في البكالوريا، وبالتالي سوف نركز عليها، ولكن لازمنا نشوف كيفاش نفرق بيناتهم. أول حاجة لازمنا نعرفوا واحد الحاجة، لازمنا نعرفوا المقصود. من هو المقصود؟ إذا كان المقصود حاضر ولا غير حاضر؟ إذا كان المقصود حاضر فهي ماذا؟ فهي مكنية. إذا كان المقصود غير حاضر فهي ماذا؟ فهي تصريحية. ركز معي، شوف مثلا على حلبة المصارعة، افترس الملاكم خصمه افتراسا. أين الاستعارة؟ يقول يستاذ افترس الملاكم، هذه الاستعارة، هذا الكلام مجازي. كيف عرفت الاستعارة؟ أستاذ فيها فعل، ممتاز، هتسعرنا لباس. هل ما تشوفش الفعل تا؟ ما تشوفش الفعل، شوف ما بعد الفعل. هل الملاكم هو المقصود ولا مش هو المقصود؟ هو المقصود ولا مش هو المقصود؟ إذا ما دام هو المقصود فالاستعارة مكنية. مثال آخر، أعطيكم مثال آخر على سبيل المثال: نسي. من الذي خلق من طين؟ الإنسان. نسي الطين ساعة أنه طين حقير، فصال تيها وعربد. بدأ يتكسل، تطلع به نسب اللي راه طين. أين الاستعارة؟ جيد، نسي الطين. ما نخزرش فعل، نخزر الطين. هل الطين هو المقصود بالنسيان أم شيء آخر؟ شكون المقصود؟ مقصود بالإنسان، صح. المقصود هذا حاضر ولا غير حاضر؟ موجود ولا غير موجود؟ غير موجود، غير حاضر. أنا جبدناه، حنا جبدناه، وبالتالي الاستعارة تصريحية. أعطيك مثال آخر، يزحف القطار وهو يقطع السهول والأودية، أين الاستعارة؟ ممتاز، يزحف القطار. ما نشوفوش الفعل، شوفوا لي بعد الفعل. هل القطار هو المقصود أم هو غير مقصود؟ لأنه هو اللي يقطع سهول الأودية أم لا؟ نعم، إذن استعارة مكنية. إذن هذا هو المقصود، والمقصود حاضر، معناها حاضر قدامنا، صح. نعطيكم مثال آخر، دخل السحاب مجلس القوم فقام الحاضرون احتراما له. أين الصورة؟ ممتاز، دخل السحاب. جيد، فعل ما نشوفوش فيه السحاب، هل هو المقصود أم غير المقصود؟ بدخول مجلس القوم، مجلس الناس، كانوا الناس قاعدين، دخل. إذا من المقصود هنا؟ إنسان، ربما يكون رئيس القوم، شخصية. إذا المقصود حاضر ولا غير حاضر؟ إذا منوعها تصريحية. فهمتوا الفكرة؟ ما فهمتوهاش. إذا أول شيء لازم نعرفوه شنو هو؟ حاضر. في سورة الفاتحة نقول
اهدنا اهدنا الصراط المستقيم. الصراط بمعنى الطريق، صح ولا لا؟ اهدنا الصراط المستقيم. ما تخزرهاش الصراط المستقيم، شنو نقصد به الصراط المستقيم يا جماعة؟ الهداية موجودة ولا غير موجودة؟ الهداية مذكورة ولا غير مذكورة؟ وبالتالي من نوع الصورة هنا؟ تصريحية. فهمتوها أو فهمتوهاش؟ وبالتالي يمكن القول أن الاستعارة نشوفها عن طريق القصد، إذا كان المقصود حاضرا فهي مكنية، إذا كان المقصود غير حاضر فهي تصريحية. كاين طريقة أخرى في فيديو آخر شفناها، تاع كذبة في الفعل كذبة في الاسم، تلك ثاني طريقة جيدة جدا. اللي ما فهمش هذه الطريقة نقدر نفهم الطريقة الأخرى. خلاص متفاهمين؟ صح جيد. يلا نشوف الآن كيف نتعامل مع الاستعارة. يعطيك هو المثال، وش يقول لك مثلا؟ هذا المثال: افترس الملاكم خصمه افتراسا. ويقول لك ادرس هذه الصورة بيانية. كيقول لك ادرسها، والله يقول لك هم احنا في العادة في الجزائر وش يقول لك؟ يقول لك استخرج صورة بيانية مبينا نوعها، ثم اشرحها مبينا اثرها البلاغي. شحال عندنا؟ أربعة أسئلة. هذو الأسئلة الأربعة نقدروا نجملوهم في سؤال واحد، وهو ادرس الصورة البيانية. كما في الرياضيات ادرس اتجاه تغيرات الدالة، راح تدير مجموعة تعريف، النهايات، جدول إشارة والمشتق وغير ذلك. معناها بمجرد ما يقول لك ادرس انت تدير هذيك الخطوات المعروفة والمشهورة. صح. إذا أول شيء راح ندير عناوين ثلاثة مهمة، نوعها، شرحها، وأكيد ماذا؟ بلاغتها، كما متفاهمين. صح. نوعها، أول حاجة قبل ما ندير نوعها لازم نستقصي روحي بعض الأسئلة. فيها فعل ولا لا؟ لا فيها فعل ولا لا؟ لا فيها فعل. ورا فعل، خلاص فيها فعل. إذن الشرط الأول تحقق، معناها تأكدت باللي راها استعارة. الفعل هذا مجازي ولا حقيقي؟ مجازي ولا حقيقي؟ مجازي. فعل مجازي، جيد. معناه أنا متأكد بأنني نتعامل استعارة، لأن قلنا التشبيه والاستعارة كلام مجازي، الكناية كلام حقيقي. هذه هي، صح ولا لا؟ صح. فيها فعل، مش قلنا؟ مجازي. إذن ندير الآن هذه خطوة رقم واحد، خطوة رقم اثنين، خطوة رقم ثلاثة. الخطوة اسمها الحصر. الحصر وش لازم يكون يا جماعة؟ اسم وفعل. تحصرها لي في زوج كلمات، ما تكثرش. يلا نحصروا هذه. افترس ممتاز، افترس الملاكم، هذه اللي نحتاجها. صح. هل الملاكم هو من افترس؟ يعني هو المقصود أم لا؟ جيد، هو المقصود. إذن استعارة مكنية. نشرحها بطريقتين، طريقة الجدول. كي تعود استعارة مكنية قسم الجدول على ثلاثة، كي تكون استعارة تصريحية قسم الجدول على اثنين. خلاص. إذن مش عدنا هنا مشبه مشبهي قرين. نبدأ بالقرينة، هي الأولى، الفعل مباشرة. الفعل هو القرينة، طبعا الفعل والله المشتق. صلوا على رسول الله. صح. قرينة هي افترس. انت قلت الافتراس، منين جبت الافتراس؟ خطأ. قرينة هزها، ما تصرفش فيها. من الذي افترس؟ من الملاكم؟ حطه هنا. من الذي يفترس في الحقيقة؟ هل الوحش؟ وهنا الوحش لازم نقوله بلي راه محذوف. الوحش بمعنى الوحوش هي أي حيوان متوحش، أسد، ثعلب، ذئب. فهمتوا معناها مباشرة الوحش. طريقة ثانية للشرح: شبه الكاتب الملاكم بالوحش
وحذف الوحش وترك قرينة تدل عليه وهي افترس. فاهمين؟ صح. بلاغتها اش كنا قلنا المرة اللي فاتت؟ قلنا نديرو تشخيص ولا تجسيد؟ تشخيص ولا تجسيد؟ أكيد راح نخيره الآن. فراغ نحط فيه المشبه، في صورة فراغ نحط فيه المشبه لبيان، فراغ نحط فيه ماذا؟ وجه الشبه. صح. نواصل الآن، نواصل. أين المشبه؟ وراء مشبه في الجدول. الملاكم، ممتاز. أين المشبه به؟ الوحش. القرينة هنا لبيان الافتراس. فهمتم المسألة أم فهمتوهاش؟ الافتراس لبيان القوة والشجاعة والبطولة. فهمتم المسألة أم فهمتوهاش؟ صح. نجربوا مثال واحد آخر باش نحو هذا المشكل، ولكن نجربوا مثال تاع بكالوريا. تقول لي أستاذ كيفاش نعرف هو المقصود ولا مش هو المقصود؟ أنت كي تقرأ النص راك تفهم كلش، معناها النص هو اللي يعطيك الرسم. مثلا أذواقهم مريضة، النص يتحدث عن الأذواق الأدبية، الذوق الأدبي. منع استعارة فيها فعل ولا ما فيهاش فعل؟ ورا فعل. هذا ها؟ هذا مش فعل، هذا مش فعل، مشتق. صح، معناها الشرط الأول فيها فعل أو مشتق. صح. الأذواق، الذوق يمرض ولا ما يمرضش؟ الذوق الأدبي يمرض ولا ما يمرضش؟ مجازي، معناها مش حقيقي. الآن حصرها أصلا محصورة، أعطيها المحصورة. إذا منعوها استعارة مكنية، كيف عرفنا استعارة مكنية؟ لأن الذوق هو المقصود، لأن النص يتحدث على الذوق الأدبي. شرحها كما قبيل نفس الشيء. من هو المشبه؟ أذواقه. من هو المشبه به؟ الذوق، الذوق. هي من خلال كلمة مريضة، الإنسان. صحيت. من هي القرينة؟ شنو قلنا؟ مريضة. أذواقهم إنسان مريض. بلاغتها تشخيص ولا تجسيد هنا؟ تشخيص. فعرف تشخيص. إنسان، ممتاز. فهمتوا؟ صح، لازم نقول هنا إنسان بلا راه محذوف. نجربوا استعارة تصريحية، نجربوا استعارة تصريحية. نعطيك مثال. بويك يوصي فيك يقول لك احذري العقارب فإنها تحوك المآل، فإنها تحوك المكائد. عندك من العقارب فإنها تحوك المكائد. يلا، كاين فعل ولا ما كاينش فعل؟ كاين فعل. صح. فعل مجازي ولا مش مجازي؟ مجازي. الآن العملية الثانية، حصر. فإنها تحوك المكائد. هل العقارب هذه تقصد فيها العقرب اللي موجودة في البرية ولا العقرب بالحقيقة؟ ها، مش نقصده في العقرب هذيك موجودة في البرية، لأنها لا تحوك المكائد، هذيك عايشة. فهمت؟ تحوك المكائد معناها تغر الناس وتخدعهم. إذا باش نحصرها نخلو في زوج كلمات. كان يقول لي احذر العقارب، هو كلام عادي والعقارب لازم نحذروها. راك فاهم كشان. لكن هنا ما فهمش المغزى من الحديث. كيقول لك بويك عندك من العقارب، عندك من العقارب يا ابني. انت واش تقعد تعس؟ تقعد تعس في العقارب، الحشرات. بصح العقارب اللي راهم دايرين بيك ما تحس بيهم. معناها انت غبي هنايا، ماكش فاهم. غدوه صباح تجي خارج يقول لك بويك يا ابني زعما عندك بكالوريا، كلعب العب، العب يا ابني، العب العب. انت لو كنت عاد ذكي راك تفهم باللي راه يهدد فيك، لان العب العب هذه معناها في نهايه المطاف راح يكون انا نلعب، لعبت انت درك انا نلعب. بصح التلميذ الغبي واش يقول؟ كيقول هو العب. اه صح، قال لي بوي يلعب، قلع، يبدا يلعب في الكره، يلعب كذا، يدور. قول له علاش راك دير هكذا؟ اه قال لي بوي يلعب. لازم تكون ذكي شويه. فهمتوا المساله ما فهمتوهاش؟ اذا اش قلنا؟ شوفوا الاسم ما نشوفوش الفعل. هل العقارب حشرات هي المقصوده ام شيء اخر؟ من هو المقصود؟
الغداعين والمنافقين. إذن نوعها تصريحية. بالصح هنا في الجدول واش قلنا كاين عضو في التصريحية، نديرو المشبه والمشبه به فقط، ما نديروش قرين. العقارب وين نحطوها؟ قبيل واش كنا نبداو؟ نبداو بالقرينة والمشبه. كي قلنا افترس الملاكم، الملاكم وين حطيناها؟ حطيناها في المشبه. الملاكم كان هو اللي كان حاضر، حطيناها في المشبه. العقارب درك وين نحطوها؟ نحطوها في المشبه به. ممتاز، ركز معايا. لأن الحاضر، الحاضر، شوف المقصود نحطوه في المكنية، وين نحطوه؟ نحطوه في المشبه. المقصود ديما يتحط في المشبه، ديما. المقصود شكون هنا؟ المخادع ديما يتحط في المشبه. المقصود ديما يتحط في المشبه، فهمتوها ولا ما فهمتوهاش؟ المقصود الحقيقية، متفاهمين؟ صح، هذا مش مقصود، مش هذا هو المقصود. صح، نديرو جدول خفيف باش نفهمو كيفاش المكنية، المكنية كيفاش، والتصريحية كيفاش، باش نعرفو، ها، باش نبسطوه. المشبه، المشبه به. المكنية ما فيهاش المشبه به. التصريحية ما فيهاش المشبه. صافي، هذا في التصريحية مشبه ولا مشبه به؟ تقول لي مشبه به، يعني المشبه ما كانش، هذا هو المنطق ولا لا؟ لا. صح، دائما المقصود يتحط في المشبه دائما. افترس الملاكم، شكون الملاكم؟ هو المقصود يتحط في المشبه. مثلا فلا تظنن ان الليث يبتسم، يبتسم، شكون اللي يبتسم؟ الليث، الليث هو المقصود، اذا المشبه. دخل السحاب المجلس، شكون المقصود؟ إنسان، إنسان هو المشبه. احذري العقارب، العقارب مش هو المقصود، الإنسان هو المقصود، لأن فهمتوا المسألة ما فهمتوهاش. إذا التشخيص ماذا في صورة ماذا؟ تشخيص ولا تجسيد؟ تشخيص. شوف وش نشوف؟ شوف المشبه، شوف المشبه به. إذا هنا تجسيد مش تشخيص، تجسيد المخادعين في صورة عقارب لبيان ماذا؟ في رأيكم؟ لبيان الكيد والخداع. يا جماعة على بالي بلي ما فهمتونيش، نعاود نعطيكم مثالين، نعطيكم مثالين. ها، نعطيكم مثالين، نهزو مثال منا. صح، إذا السعادة لاحظتك عيونها، نم فالمخاطر كلهن أمل. إذا كانت الأيام أيام كربد. صح، مثال آخر. صح، تبسم القمر داخل القسم، تبسم القمر داخل القسم. مثالا، يلا عاوني. هذه استعاره ولا مش استعاره؟ كيفاش عرفت استعاره؟ فيها فعل لاحظتك، هذه استعاره ولا مش استعاره؟ كيف عرفتها؟ فيها فعل. يلا عاونوني ندير عمليه الحصر. صح، زوج كلمات هنا. صح، سعادة لاحظتك، عمليه الحصر هنا. تبسم القمر، جيد جدا. صح، السؤال هنا، هل السعادة هي المقصود أم لا؟ هل سعادة، هل القمر هو المقصود أم لا؟ مش المقصود. إذا ما نوعها ما دام مش مقصود؟ تصريحية. تصريحية. إذا نوعها تصريحية، لأنه لو كان جا هو المقصود تولي مكنية، لأن نوعها تصريحية. صح، هل السعادة هي المقصود؟ يقول لي نعم هي المقصود. إذا السعادة، إذا الأيام صد، يقول لك إذا الأيام كانت أيامك ارقد، إذا صدت لك الدنيا راك سعيد، فاهمين؟ إذا ما دام السعادة هي المقصود، إذا مكنية. جيد، ركز معايا الآن في عملية الشرح، في عملية الشرح. هنا واش قلنا؟ ما دام مكنية قدنا نديرو خانة،
ديروا ثلاثة. هنا تصريحية كدا نديروا خانة؟ ديروا زوج. يلا. المشبه المشابه هنا واش نزيدوا؟ المشبه المشابه قرين. هنايا واش قلنا باه نبداو؟ نبداو بالقرينة صح ولا؟ قرينة شكون؟ لاحظتك. المقصود شكون؟ طول مباشرة يتحط في المشبه. هنا المقصود شكون؟ تلميذ. طول يتحط في المشبه. المقصود يتحط في المشبه. مشبه به ماذا؟ القمر. مشبه به ماذا؟ الإنسان. صح لازم هنا تقول باللي راه محذوف. هنا وشكون محذوف؟ هذا ولا هذا؟ تلميذ. ها فهمتوا المسألة ما فهمتوهاش؟ فهمتوا المسألة ما فهمتوهاش؟ وبالتالي أولا لازم نفركت عن المقصود، أبحث عن المقصود، من هو المقصود؟ لأن المقصود هو أساس الفكرة، هو أساس الفكرة. يلا نجربوا. يلا تبع. هو المشبه به وش به؟ هنا تجسيد، هنا تجسيد، لأن المشبه به غير عقل، وهنايا؟ تشخيص لأن مشبه به عقل دائما دائما لأنك ما تقدرش تقول تشخيص التلميذ في صورة قمر لأن هذا عمل عكسي يعني تجسيد مش تشخيص صح يلا شوفوا المثال الأول تبسم الكون الفسيح وقال لي من هو الصورة بيانية مكنية لأن الكون فسيح لأن الفسيح الكون فقط ما تصلح حتى الكون هو المقصود وبالتالي مكنية فهمتوها معتز فهمتها طيب اللي بعده نسي الطين ساعة أنه طين حقير نسي الطين أحصرها طول مباشرة أحصرها نسي الطين تصريحية لأنه غير مقصود ممتاز جيد عضني الظهر بنابه مكنية ولا تصريحية مكنية نعم لأن الظهر هو المقصود صح عندما حل التلميذ معادلة صعبة قال الطلاب أحسنت يا نيوتن أحسنت يا نيوتن هي استعارة تصريحية واضحة جدا أظهرت الشمس وجهها فبهت الناس من جمالها مكنية هل هي مكنية لا تصريحية الشمس يقصد بها فتاة حسناء ضحك المجد لنا لما رآنا بالدماء قد سقينا ضحك المجد لنا مكنية لأن المجد هو المقصود ما كانش حاجة نشبهها بالمجد لا يمكن قال أعرابي هذه حليناها قال أعرابي أصغت آذان المجد لك جعل للمجد آذانا وبالتالي مكنية وعاد ظني عليلا بعد صحته ظني شكي أصبح مريضا عليلا شنو قلنا عليلا ها مشتق صح ولا لا منع الصوره ظني عليلا مكنيه لانني اقصد هنا الظن والقرينه هي عليلا يا ايها الليل الحزين اما سنا اي نداء تجي بعده غير عاقل استعاره مكنيه النداء هنا وش نجي بعده الليل غير عاقل استعاره مكنيه القرينه شكون هي النداء يا فاهمين قرينة ديما يا هنا يا ما تحطش فعل هنا تحط يا خلاص المشبه هو الليل المشبه به هو الانسان قال جرير اعددت للشعراء سما ناقعا شو يقصد بالسم؟ شعر اذا السم مقصود ولا غير مقصود؟ غير مقصود اذا منع الصوره تصريحيه اذا السعاده لاحظت كعيون وحليناها اذا المنيه انشبت اظفارها اذا الموت جت سعتها مكنيه جيد جدا المنية أنشبت دائما لساني صارم صارم على وزن فاعل وبالتالي مشتق إذن لساني صارم لسان شبهناه به بالسيف والقرينة هي صارم كشر الظهر عن أنيابه مكنية أيضا حليناها قبيل دخل السحاب صريحية افترس الملاكم مكنية اهدنا الصراط صريحية احذر الثعالب تصريحية وبالتالي هنا وشني لازم نديرو
لازمنا اول حاجه نشوفوا الفعل كاين ولا ما كانش باش نتاكدوا بلي راه استعاره. الحاجه الثانيه واش لازم نديروا؟ لازمنا نحصروا في فعل واسم ثم نقوم بالعمليه تاعنا بشكل عادي. فهمتوا ما سلمتوهاش؟ اذا نلتقي في حصه اخرى ان شاء الله في حصه الكنايه. راح الان نخلي لكم بعض الصور بيانيه، حلوها وخلوها في التعليقات وان شاء الله نحاول نصححوا لكم باذن الله. السلام عليكم.